تعتبر المخدرات هي العدو الأول للإنسان بكافة أشكالها، حيث تشكل مادة الشبو أحد أخطر هذه المواد. زميلنا موسى يحيى التقى أحد المدمنين السابقين والذي يخضع للتعافي الآن في جمعية تعافي بالمنطقة الشرقية، نتابع. مدمن الشبو لازم أنه يبتعد عن المجتمع، لأن إنسان كارثة على المجتمع، أنه يحرق ويسرق ويرتكب جرائم ولا يحس فيها، ولا هو بتفكيره ولا هو بوعيه. يصل به الحال إلى قتل نفسه، وقبل ذلك ربما قتل والديه، ولا يتردد أبدا في ذلك. هذا ما تفعله مادة الشبو في المتعاطي. سمح لنا في برنامج يا هلا أن نلتقي بأحد الخاضعين للعلاج من هذه المادة في جمعية تعافي بالمنطقة الشرقية. هذا المنزل والذي يسمى منزل بداية الطريق التابع لجمعية تعافي بالمنطقة الشرقية، التي استفاد من خدماتها ما يقارب 13,000 متعافي من داخل المملكة ودول الخليج. اللي جرني للتعافي اللي هو أقاربي، بالبداية كانت جرعة، بعدين جرعتين، ثلاث، أربع، ما صرت تكفيني يعني. بعدها قمت أحس إن في أصوات حولي، في ناس تراقبني. علاقتي مع أسرتي كانت مرة متوترة، مرة مشاكل. مدمن الشبو لازم إن المجتمع يتحاشاه حتى كأهل، لأنه ما في شيء عنده مستحيل. أي شيء وده يسويه يحرق، ينهب، يسرق، كل شيء يسويه. اللي دلني على جمعية تعافي الوالدة، أنا أنصح باللي يتعاطي المتعاطين كشكل عام بأن يعطونا نفسهم فرصة، وأنهم زي ما أعطوا نفسهم فرصة في المخدرات سواء شبو ولا غيره، يعطون نفسهم فرصة في التعافي. مقرنا في المنطقة الشرقية، ونحن حاليا في السكن التأهيلي ويسمى منزل بداية الطريق. طبعا هذا المنزل خاص للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية، يتم إعادة تأهيلهم في هذا المنزل لمدة عام كامل، ومن ثم إعادة دمجهم في المجتمع. عن جمعية التعافي، هي جمعية تخصصية، جميع من يقوم في البرامج التأهيلية هم أشخاص مؤهلين ومتخصصين في علاج الإدمان، ونحن نرحب بأي شخص يرغب في التعافي من الإدمان، نقدم له الخدمة العلاجية بسرية تامة وبشكل مجاني. تشير كل الدراسات بأن متعاطي الشبو يصبح أكثر عدوانية وفي مدة قصيرة، ويصبح قنبلة موقوتة على نفسه ومن حوله. لبرنامج يا هلا، موسى يحيى، الدمام.